السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى بهذا الفيديو راح أكمل شرح chapter 25 وراح نبلش في section 4 electromotive force and circuits، القوة الدافعة الكهربائية والدارات الكهربائية. أخذنا بالفيديوهات الماضية إنه الإلكتريك فيلد بيكون باتجاه تناقص الجهد الكهربائي الإلكتريك بوتنشال، يعني من الأعلى جهد للأقل جهد، وبالتالي التيار بتدفق باتجاه الإلكتريك فيلد، يعني برضه من الجهد الأعلى للجهد الأقل. هسا بالدارات الكهربائية لازم يكون في إشي جهاز في مكان ما بالدارة، يعني يخلي في تيار بتدفق من الجهد الأقل للجهد الأعلى. هسا هذا الإشي هو الإلكتروموتيف فورس، نرمز لها، نختصرها يعني هيك، أو بالرمز E اللي زي هيك. هاي هي الإلكتروموتيف فورس. هسا الإلكتروموتيف فورس هو المسؤول عن إنه يخلي التيار يتدفق من الجهد الأقل للجهد الأعلى. بس الجهاز الموجود بالدارة اللي بيدعم الإلكتروموتيف فورس بنسميه سورس أوف إلكتروموتيف فورس. هسا صح اسمها إلكتروموتيف فورس، بس هي مش فورس، هي مش قوة، هي طاقة لكل وحدة من الشحنات مثل البوتنشال. هسا الـ SI unit لإلها للإلكتروموتيف فورس هي برضو الفولت، اللي هي بتساوي الجول على الكولوم. هسا ناخد مثلا مثال عندي أنا الفلاش لايت، المصباح اليدوي العادي، البطارية بهذا المصباح إلها إلكتروموتيف فورس بتساوي 1.5 فولت، يعني هاي البطارية بتبذل شغل مقداره 1.5 جول على كل وحدة من الشحنات اللي بتعبرها. هسا الـ ideal source of electromotive force، يعني مصدر مثالي للقوة الدافعة الكهربائية، احنا رح ناخذ انه هذا المصدر هو البطارية، بكون فرق الجهد VAB يساوي الـ electromotive force. يعني عندي انا هون البطارية، بكون انا عندي الـ VAB بتساوي الإلكتروموتيف فورس. خلينا نكمل الدارة الكهربائية ونوصل سلك إلو ريسيستنس R. بأطراف التيرمينالز لهذا المصدر اللي هو عندنا إحنا هون البطارية. هسا فرق الجهد الكهربائي بين A و B، هاي A وهاي B، فرق الجهد الكهربائي بيعمل لي إلكتريك فيلد بالسلك، وبالتالي بصير عندي أنا تدفق للتيار من A ل B. هسا يعني من from high potential to low potential، يعني من الجهد عالي للجهد أقل، بالتالي فرق الجهد الكهربائي بين أطراف السلك نهاياته يعني بيكون عندي أنا VAB بساوي electromotive force بساوي ال I VR resistance. هسا بالحقيقة الـ real source of electromotive force بالسيركت، يعني مصدر الحقيقي للقوة الدافعة الكهربائية بالدارة الكهربائية، ما بتصرف بالضبط مثل ما حكينا احنا قبل شوي. يعني احنا بنمشي بهذا التسلسل موجود بالكتب والمصادر كلها عشان فقط يعني لتوضيح الفكرة يعني. بس بالحقيقة فرق الجهد اللي عبر مصدر حقيقي للإلكتروموتيف فورس بالدارة الكهربائية ما بيساوي الإنف، يعني هون الـ VAB هي في الحقيقة ما بتساوي الـ electromotive force. السبب إنه الشحنة المتحركة عبر هذا المصدر الحقيقي للـ electromotive force بتواجهها مقاومة resistance، بنسميها هاي المقاومة internal resistance. بنرمز لها بحرف R small. هسا يعني صار عندي أنا مقاومة جوا البطارية، يعني لما يمر التيار عبر هاي المقاومة R resistance الداخلية رح يصير في عندي أنا نقصان فرق الجهد VAB بمقدار I في R، يعني VAB بتصير بتساوي الـ electromotive force ناقص I في R اللي هي اللي أخذتها الريسيستنس الداخلية الـ internal resistance. هسا الجهد بين طرفين البطارية الـ VAB terminal voltage دائما بيكون أقل من الـ electromotive force بسبب وجود المقاومة الداخلية،
هايها هون بتكون هاي أكبر عشان لما نطرح منها هاي بتصير أقل. تمام؟ هسا VAB بتساوي يعني هاي الحالة ال VAB بتساوي Electromotive Force إذا ما كان في عندي تيار بتدفق عبر المصدر. يعني هاي الحالة if no current is flowing through the source. لما يكون في عندي تيار بتدفق عبر المصدر. هسا التيار بالدارة الخارجية المربوطة بأطراف المصدر الـ AB بيكون بتساوي VAB هاي ال VAB بتساوي حكينا I في R وبرضه بتساوي ال VAB ال M ناقص I في R small. هسا هذول متساويات معناته الطرفين هذول متساويات معناته I في R capital بتساوي electromotive force ناقص I في R. بدي أنقلها هاي لهون بصير أنا عندي I في R زائد I في R small بتساوي electromotive force. بدي أخذ الكرنت عامل مشترك بصير عندي أنا R زائد R زائد بساوي electromotive force معناته الكرنت بساوي الإلكتروموتيف فورس على كابيتال R زائد R small. يعني التيار بيساوي الإلكتروموتيف فورس على مجموع كل المقاومات في الدارة الكهربائية. تمام؟ خلينا نأخذ مثال نشوف بالأرقام كيف الوضع بيكون. عندي أنا هنا example 6 بحكي لي consider the circuit shown. عندي أنا هاي الدارة الكهربائية بحكي لي the terminal voltage of the 24 volt battery is 21.2 volt. عندي أنا البطارية هنا عندي إياها 24 فولت. بحكي لي هاي ال 24 هي الإلكتروموتيف فورس هنا عشان أوضحها. عندي أنا ال 24 هاي هي الإلكتروموتيف فورس. أما الباتري كامل البطارية ال V هاي اللي هي 21.2. بحكي لي what are the internal resistance R. بده ال R الداخلية الجوة. والفرع الثاني بحكي لي بده the resistance R of the circuit resistor. خلينا نبلش إحنا بالفرع الأول. أخذنا قبل شوي القانون إنه عندي أنا الكرنت بيساوي الإلكتروموتيف فورس على R زائد R small. أنا بدي R small لحالها بتساوي الإلكتروموتيف فورس ناقص V على الكرنت I اللي هي هاي إحنا جبناها من وين. عندي أنا ال V A B بتساوي الإلكتروموتيف فورس ناقص I في R. من هنا أسهل لكم عندي أنا بدي أخذ بس ال R بنقولها وبعدين بقسم على الكرنت بصفي عندي أنا ال R small بتساوي الإلكتروموتيف فورس ناقص البوتنشال على الكرنت. بدنا نعوض بصفي عندي أنا 24 ناقص 21.2 على الكرنت اللي هو 4 موجود بالرسمة. مش معطيني إياه بالسؤال بس موجود بالرسمة هاي الكرنت التيار. لما نحسبها تطلع عندي بيساوي 0.7 ohm. أنا بحكي أنا عن ريسيستنس. تمام؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني بحكي لي بده ريسيستنس R الكبيرة هاي اللي برا. أنا بعرف إنه R بتساوي V over I معناته بتساوي 21.2 over الكرنت اللي هو 4 تطلع بتساوي 5.3 ohm.
تمام. هذا حل هيك سؤال بالأرقام على السكشن اللي شرحته قبل شوي. هسا بدنا نشوف إحنا سكشن 25-5 اللي هو اللي بحكي عن الانرجي and power in electric circuits اللي بحكي عن الطاقة والقدرة في الدارات الكهربائية. عندي أنا هذا circuit element عنصر من دارة كهربائية. عندي أنا هذا العنصر من دارة كهربائية كاملة له فرق جهد VAB وتيار بمر عبره من A لB. هاي اتجاه التيار من A لB. هذا العنصر ممكن يكون بطارية مقاومة ما بيهمني حاليا. هسا الشحنة لما تمر عبر هذا العنصر المجال الكهربائي بيبذل شغل على هاي الشحنة. يعني هسا لما يمر عندي أنا شحنات عبر هذا العنصر بصير عندي تغير بطاقة الوضع الكهربائية. إذا بتتذكروا عندي أنا الإلكتريك بوتنشال إنرجي اللي هي اليو بتساوي الشحنة في V A B. بالدارات الكهربائية بهمنا الريت اللي هو المعدل. هذا إشي مهم عندي. الريت بأي مكان بأي مادة بتاخدوها اللي هو تغير إشي بالنسبة للزمن. فإذا التيار خلال هذا العنصر هو I عادل الـ I اللي بنعرفه الكرنت، معناته خلال مدة زمنية dt عندي كمية شحنة مقدارها dq مقدارها I في dt بتمر عبر أنا هذا السيركت إليمنت العنصر الموجود بالدارة. البوتنشال إنرجي التشينج التغير في طاقة الوضع إيش بصير يساوي لهاي الكمية يعني من الشحنة؟ بصير عندي أنا V A B ضربت الطرفين V A B بصير عندي أنا D Q يساوي V A B في الكرنت I في D T. هسا بدنا نقسم على D T على الجهتين، هون على D T وهون على dt. ايش بصفي عندي؟ v a b في dq على dt واللي هي ايش بتساوي؟ v a b في الكرنت i. هسه تغير الطاقة بالنسبة للزمن بنسميها الباور. عندي انا الباور بتساوي التغير في الطاقة انرجي على الزمن، تمام؟ بنسميها هاي الباور اللي هي القدرة. تمام؟ عندي انا الباور بتساوي VA B في I، تمام؟ الـ SI unit للباور عندي انا ايش هي؟ الـ VAB وحدتها الفولت. عندي أنا هاي وحدتها الفولت والكرنت عندي إياه وحدته أمبير. بدنا نفك إحنا هاي الوحدة، ما بديش إياها أنا بهاي الصيغة. الفولت بنعرف إحنا إيش بيساوي، جول على كولوم. عندي مثال أنا مثلا البوتنشال إنرجي بتساوي Q في V، نقسم على كيو على كيو بصفي عندي انا البوتنشال بيساوي يو على كيو واللي يو البوتنشال انرجي بتقاس بالجول والشحنة كيو في كولوم، معناته جول على كولوم. الكرنت ايش بيساوي؟ دي كيو على دي تي، يعني عندي انا كولوم شحنة على سكندز اللي هي الزمن. كولوم مع كولوم بيروح بصفي انا عندي جول على سكند. هاي الوحدة هي الوات، نرمز لها في الرمز W. تمام؟ إذا هذا العنصر حكينا عنه قبل شوي الموجود في الدارة الكهربائية هو عندي يا أنا ريزيستور، معناته عندي أنا الباور حكينا
بتساوي V في I. عندي حالتين، حكينا انه هذا العنصر هو ريزيستور، معناته عندي انا ال V بتساوي I في R. بالتالي ايش رح يصير؟ انا عندي الباور بتساوي I في R في I، واللي هي بتساوي I تربيع في R. وممكن عندي انا ال I بتساوي V over R، معناته بصير انا عندي الباور بتساوي V في V over R، معناته الباور بتصير بتساوي V تربيع على R. هسا اتجاه التيار من يعني البطارية عندها قطب موجب وقطب سالب. اذا عندي انا هاي البطارية، اذا كان انا عندي التيار بهذا الاتجاه طالع من الموجب، طالع من القطب الموجب، هون بنسميها بدنا نحسب احنا الباور output of a source، خارجة من هذا السورس من الموجب. بصفي عندي انا ال V حكينا بتساوي الالكتروموتيف فورس ناقص I في R. بدي اضرب المعادلة انا في R في I عفوا. بصفي عندي انا V في I بتساوي electromotive force في I ناقص I تربيع في R، معناته هاي هي الباور بتساوي electromotive force في I ناقص I تربيع في R. هاي في حال كان power output of a source. طب بركي كانت العكس، انه عندي انا التيار خارج من السالب. اذا كانت عندي انا هاي اطراف البطارية وعندي انا التيار هيك طالع، اللي هي هاي power input to a source. بصفي عندي انا V A B بيساوي electromotive force زائد I في R. نضرب في I بصير انا عندي I في V A B بيساوي I في الالكتروموتيف فورس زائد I تربيع في R، واللي هي الباور بتساوي I في الالكتروموتيف فورس زائد ال I تربيع في R. يعني بيختلف الإشارة، هنا جمع وهناك بتكون طرح. تمام؟ خلينا نشوف هسا أمثلة. عندي أنا شوف المثال السابع، بحكي لي for the circuit shown. هسا بنرسمها، هاي رسمناها. عندي انا بحكي لي for the circuit shown الدار الموجودة عندي find. بدنا نوجد اكتر من شغلة. اول وحدة بدنا نوجد the rate of energy conversion من chemical ل electrical. بدنا نوجد احنا معدل تحويل الطاقة في البطارية من كيميائية لكهربائية. هاي اول فرع بيساوي ال electromotive force في I، واللي هي بتساوي 12 فولت ضرب 2، واللي هي بتساوي 24 وات. تمام؟ عندي انا التحويل جوا البطارية، عندي الالكتروموتيف فورس هيها بتساوي 12، والريسيستنس الداخلية بتساوي 2، ف 12 ب 2 24 وات. تمام؟ الفرع الثاني بحكي لي the net electrical power output of the battery. بدنا نوجد احنا معدل تفريغ الطاقة في البطارية. عفوا احنا هذا الفرع الاول مش شايفيته انا مش منتبهة. هاي الفرع الاول the rate of energy conversion chemical to electrical، هيها. الفرع الثاني هذا the rate of dissipation of energy in the battery، معدل تفريغ الطاقة في البطارية. عندي بيساوي I تربيع الكرنت تربيع في R. عندي انا الكرنت هيو بيساوي 2 امبير
تربيع ضرب R الريسيستنس الداخلية اللي هي بتساوي 2 واللي هي بتساوي 8 وات. الفرع الثالث هاد the net electrical power output of the battery بتساوي the net electrical power output of the battery بتساوي عندي اياها انا electromotive اللي هي فرق بين الفرعين الاول والثاني ناقص I تربيع في R واللي هي بتساوي 24 ناقص 8 واللي عندي بتساوي 16 وات. الفرع الرابع بحكي لي the electrical power input to the 4 ohm هاي resistor هذا 4 ohm بدنا نوجد the electrical power input اللي هي بتساوي عندي انا هون فرق الجهد ايش هو الفي A prime B prime في الكرنت اللي بمر اللي هي بتساوي 8 عندي انا الفي هيها مضروبة في الكرنت بساوي 2 معناتها بتساوي 16. عندي انا برضو الفرع الاخير الخامس اللي هو the rate of dissipation of electrical energy in the 4 ohm resistor بدنا نوجد احنا برضو لنفس الريزيستر هذا ال 4 ohm the rate of dissipation of electric energy الخامس اللي هي بتساوي I الكرنت تربيع في ال R واللي هي بتساوي عندي انا الكرنت 2 تربيع في ال R اللي هي 4 واللي بتساوي عندي برضو 16 وات. تمام؟ هسا عندي انا المثال اللي بعدي بحكي لي suppose we replace the external 4 ohm resistor with an 8 ohm resistor how does this affect the electrical power dissipated in this resistor. نفترض انه هذا احنا الريزستور هذا بدلنا بدل ما كان موجود عندي 4 حطينا بداله احنا ريزستور اللي هو 8 اوم ايش بتغير عندي بدنا نحسب اول اشي التيار رح يتغير انه انا بعرف التيار بيساوي الالكتروموتيف فورس على الار زائد R واللي هي بتساوي عندي أنا 12 على الثمانية الجديدة اللي احنا جبناها زائد 2 واللي هي بتساوي 12 على 10 اللي هي 1.2 بحكي أنا عن تيار يعني أمبير مدام تغير عندي أنا التيار رح تتغير أنا عندي الـ VAB إنها بتساوي الـ I في R واللي بتساوي 1.2 ضرب 8 اللي هي احنا حطيناها جديد وبتساوي 9.6 وبحكي انا عن فولت عن بوتنشال يعني فولت. برضو الباور راح تتغير عندي عندي طريقتين انا احسبها يا اما الباور بتساوي I تربيع في R واللي هي بتساوي 1.2 الكل تربيع ضرب 8 واللي هي بتساوي 12 وات او طريقة تانية اللي عندي أنا الباور بتساوي الـ V تربيع على R واللي هي بتساوي 9.6 الكل تربيع على 8 برضو إذا بنحسبها بتطلع 12 وات. تمام؟ هذا في حال غيرنا إحنا المقاومة الخارجية بدل ما كانت بتساوي 4 حطينا محلها مقاومة بتساوي 2. خلينا نشوف المثال الأخير بحكي لي how much energy is dissipated as heat during 2 minute time interval by a 1.5 kilo ohm resistor which has a constant 20 volt potential difference across its leads. بدنا نوجد احنا مقدار الانرجي اللي بيكون انا عندي خلال time interval مقدارها 2 minutes دقيقتين وموجود انا عندي 1.5 كيلو اوم ريزيستر عندي انا هذا الريزيستر مقداره 1.5 كيلو اوم اللي هي 1.5 ضرب 10 قوه 3 لانه كيلو وعندي انا بوتنشال مقداره 20 فولت احنا حكينا بالبدايه انه انا عندي الباور بتساوي الانرجي على تي ومن هنا الانرجي بتساوي الباور في تي
معناته عندي أنا الإنرجي بتساوي الباور حسب المعطيات الموجودة عندي، أمسك قانون لإلها الـ V تربيع على R في T، معناته بتساوي عندي أنا الإنرجي 20 تربيع على الـ R اللي هي 1.5 ضرب 10 قوة 3، أو بنقدر نحطها 1500 ضرب بحكي لي 2 minutes، المينت الوحدة 60 ثانية بدي أحولها أنا لثواني، معناته رح يكون أنا عندي ضرب 2 ضرب 60 ثانية. لما نحسبها تطلع عندي أنا الإنرجي يساوي 32، بحكي عن إنرجي يعني جول. تمام، هيك بنكون خلصنا سكشن 25.5 و25.4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.